الكواليس تنشر لأول مرة عن زواج الفنانة درة ورجل الأعمال هاني سعد، وكلمات مؤثرة لزوجته الأولى: لا أستطيع العيش بدونك. في مسلسل الزوجة الرابعة قبلت الفنانة درة بأن تلعب دور الزوجة الخامسة للفنان مصطفى شعبان، وبعد سنوات من عرض المسلسل عادت درة لتلعب نفس الدور على أرض الواقع، ولكنها هذه المرة الزوجة الثانية لرجل الأعمال هاني سعد. ونشرت درة صوراً لها من حفل زفافها على حسابها الشخصي بموقع صور إنستغرام، وعلقت قائلة: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. المفاجأة التي كشفتها المصادر المقربة من أسرة الفنانة درة أنها نشرت صور عقد القران للتغطية على غياب عدد كبير من الفنانين. عملية التمويه التي أجرتها درة سببها محاولة إخفاء أمر زواجها حتى اللحظة الأخيرة، بسبب أن زوجها هاني سعد لا زال متزوجاً وعلى ذمته أم أولاده الثلاثة السيدة منة، التي دخلت هي وابنتها الكبرى في حالة انهيار، ولا سيما أن زوجها كان قد أوهمها بأنه سيلحق بهم في مدينة شرم الشيخ في الإجازة التي حجزها لهم بنفسه ليبعدهم عن أجواء استعداده لزواجه الثاني. وتداول مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل الأعمال هاني سعد عريس الفنانة درة، جمعته بزوجته الأولى وأبنائه الثلاثة من عيد ميلادها السابق، وذلك تزامناً مع عقد قرانه على الفنانة درة. وظهر في الصورة المتداولة هاني سعد مع أولاده وزوجته الأولى أثناء احتفالهم بعيد ميلاده السابق، وكتبت زوجته له على الصورة: أسعد أعياد ميلاد حبيبي، لقد مررنا بالكثير من الأزمات المفرحة والمحزنة سوياً، ولكن تخطينا الكثير في حياتنا وأنت تعرف ذلك، لا أستطيع العيش بدونك، بحبك جداً، ربنا يخليك ليا. وفي أول تعليق لها ردت السيدة منة زوجة رجل الأعمال هاني سعد على الشائعات المتداولة حول طلاقها منها، حيث كتبت منشوراً قالت فيه: رداً على الإشاعات أنا وهاني ما طلقناش، إلا أنها عادت وأغلقت صفحتها على فيسبوك. واحتفل اليوم هاني سعد والفنانة درة بحفل زفافهما، وذلك بعد أن أعلن خبر عقد قرانهما. واختارت درة إقامة حفل الزفاف في فندق لاميزون بلو بحضور الأقارب والأصدقاء، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد السقا وشريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن. ونشرت درة صوراً لها من حفل الزفاف على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وعلقت قائلة: ما جمعه الله في الحب لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وتابعت: تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي، وجمعنا النصيب والقدر، شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانياً.